كل الشكر مرة أخرى لجورج ووسيم على هذه الأغنية الرائعة من روائع الفنان الكبير عباد الجوهر طبعا قالوا ترى. الآن راح ننتقل إلى موضوع آخر عن عالمنا العربي الذي يزخر بمفكرين وروائيين مبدعين بالكاد يعرف الجيل الجديد باسمهم، فما بالك بأعمالهم وتأثيرهم في إثراء الثقافة الإنسانية. غالبا ما نرى المستشرقين يقيمون أبحاثهم على أعمالهم الرائدة بدون التفاتة تذكر للأسف من عالمنا العربي. هذه حكاية رجل خلدته أهم مكتبة في العالم من خلال يوم كامل شارك فيه مفكرون وكتاب مش من بلدان عربية ولكنهم من الولايات المتحدة وتحديدا من جامعتي أيضا كامبريدج وهارفارد. من هو هذا المفكر؟ نتعرف إليه أكثر. جورجي زيدان في تقرير نادية بلبيسي من واشنطن. كتب مر عليها قرن من الزمان تتراوح من تاريخ التمدن الإسلامي وشجرة الدر وفتح الأندلس إلى العباسة أخت الرشيد. كاتبها روائي ومؤرخ وصحفي يعتبر من أهم كتاب عصر النهضة في القرن التاسع عشر. جورجي زيدان يكرم اليوم في أهم وأكبر مكتبة في العالم، مكتبة الكونغرس. أعتقد من المهم ترجمة ثقافة العرب حتى تكون في متناول الغرب والأمريكيين الذين لا يستطيعون قراءة الروايات باللغة العربية. ولد جورجي زيدان في بيروت عام 1861 وهاجر إلى مصر واستقر بها في سن مبكرة، حيث عمل في تحرير جريدة الزمان والترجمة وتأليف الكتب، ومن ثم أسس مجلة دار الهلال الشهيرة عام 1892، وقد ترجمت رواياته وأعماله إلى 400 لغة. وها هم المفكرون والكتاب يحتفون بإنجازات هذا الرائد العربي في مكتبة الكونغرس ليعترفوا بتأثيره في إظهار دور العرب والمسلمين المشرق رغم ديانته المسيحية. اتصلت ببعض الأعضاء في مكتبة الكونغرس وعرضت عليهم فكرة تنظيم ندوات عن بعض المفكرين العرب، وكان بالمصادفة أنني من أيام الدراسة كنت على علاقة طيبة مع زميل لي اللي هو جورج زيدان، حفيد المفكر الكبير جورج زيدان، ولذا بدأنا نعمل عدة سنوات على إقامة هذه الندوة. وهذه الندوة تحدثت بإسهاب عن جورج زيدان الروائي والمؤرخ والرجل، وكيف لعبت أفكاره التقدمية ربما في التأثير في جيل جديد عربي شاب يطالب بالتغيير في عصر الربيع العربي. أعمال جورج زيدان الموجودة الآن في مكتبة الكونغرس ستعطي القارئ الأمريكي فرصة للتعرف على دوره في التأثير في تطوير الرواية العربية والتراث العربي، وخصوصا وأن هذه الروايات تترجم للمرة الأولى إلى اللغة الإنجليزية. نادية البلبيسي للصفحة الخيرية عرب، واشنطن.